أبقي أمن قومي. ولهذا كان علينا أن نبذل جهوداً متواصلة من أجل صناعة مستقبل تنعم فيه مصرنا الحبيبة بالوفرة الغذائية والتنمية المستدامة. في إبريل عام 2017 وجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالبدء فوراً في تنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبع الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر، مما أضاف عدة مزايا، مزايا استراتيجية للمشروع كتوافر الأيدي العاملة بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية. يوفر المشروع حوالي 5000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 200,000 فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع. كما أؤكد لشعبنا العظيم أننا ماضون على عهدنا، نحمي وطننا ونجدد وعدنا بألا نفرط أبدا في حق من حقوقنا. قام مشروع مستقبل مصر بالتعاون مع الشركات الزراعية الكبرى بالانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للمشروع بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كيلومتر وعرض من 4 إلى 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، محطتين للكهرباء بطاقة 300 ميجا وات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر، ومخازن لمستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية. كما سعى المشروع لتوفير الميكنة الزراعية بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية. بسواعد رجال مصر الأوفياء وبتعاون إدارة المشروع مع شركات القطاع الخاص الجاد، تم الانتهاء من استزراع مساحة 200,000 فدان سنويا باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور، والتي يتم زراعتها مرتين سنويا في الموسم الصيفي والموسم الشتوي، والتي تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات 5 مليار جنيه في رأس المال العامل، والتي كان من أبرزها زراعات موسم 2019-2020. محاصيل كتير كانت مصر محتاجاها. القمح بلغت إجمالي المساحة المزروعة 15,000 فدان، الذرة الصفراء بلغت إجمالي المساحة المزروعة 15,000 فدان، الشعير بلغت إجمالي المساحة المزروعة 6,000 فدان، البطاطس بلغت إجمالي المساحة المزروعة 30,000 فدان، بنجر السكر بلغت إجمالي المساحة المزروعة 25,000 فدان، السوداني بلغت إجمالي المساحة المزروعة 6,000 فدان، البصل بلغت إجمالي المساحة المزروعة 5,000 فدان، الطماطم بلغت إجمالي المساحة المزروعة 8,000 فدان، الفاصوليا البيضاء بلغت إجمالي المساحة 3,000 فدان، البسلة بلغت إجمالي المساحة المزروعة 2,000 فدان، الجزر بلغت إجمالي المساحة المزروعة 3,000 فدان، البطاطا بلغت إجمالي المساحة المزروعة 4,000 فدان،
الموالح. تم الانتهاء من زراعة 7000 فدان من البرتقال واليوسفي والليمون، والتي بدأت بشير الانتاج في موسم 2020. وأقول لكم بلسان الصدق المبين، إنما يتم في هذا الوطن هو إعجاز صنع بأيادي مصرية طيبة سيخلدها التاريخ بحروف من نور. ونظرا لتوجيهات سيادة الرئيس بضرورة المحافظة على البيئة وخصوبة التربة ومخزون المياه الجوفية للأجيال القادمة، وأهمية اتباع أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في المجال الزراعي وتطبيقه داخل مشروع مستقبل مصر، لذلك تقوم إدارة المشروع بدراسة عمل منظومة متكاملة لتجميع ونقل المخلفات الزراعية في المساحات الواسعة والاستفادة منها لعمل أعلاف غير تقليدية وأسمدة طبيعية، وأيضا عمل دراسة لتطبيق أحدث نظم التحكم الآلي في عمليات الري، والبدء في التحول الرقمي داخل المشروع عن طريق عمل خرائط رقمية واستخدامها في أنظمة الزراعة الدقيقة، وهي أحدث النظم المتبعة عالميا في الإنتاج الزراعي. تحت شعار الإيمان بالله وحب الوطن بنحاول إن احنا نسعى جاهدين إن احنا نحقق توجه السيد رئيس الجمهورية للاستدامة في دفع عجلة التنمية الزراعية، والحمد لله بنجد دعم كامل من القيادة السياسية ومن القيادة العليا للمشروع بإن احنا نمشي بالخطوات السريعة دي. المشروع طبعا على شبكة الطرق القومية محور الضبعة، وده برضو من الحاجات الأساسية اللي ساعدت على نجاح المشروع، المحاور الجديدة والطرق الجديدة اللي الدولة بتشقها في عرض الصحراء، عاملين شراكة مع المستثمرين المصريين. عندنا أكتر من حوالي 35 شركة من أكبر الشركات في الاستثمار الزراعي، عاملين خطة جديدة لسنة 2021 إن إحنا هنستصلح ونزرع مساحة 35 ل 40 ألف فدان إضافيين. الحمد لله يعني إن إحنا قدرنا إن إحنا نصل في خلال العامين ونصف العام بالمساحة الكبيرة اللي بتتدخل النهاردة في الأمن الغذائي في مصر. سنة 2050 هيواجه المنتجين الزراعيين تحدي كبير، وهو زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بنسبة 60% عن الكميات المنتجة في الوقت الحالي، وده هيكون باستخدام نفس الموارد من أراضي زراعية وبنفس كمية المياه. وهنا بيجي دور التكنولوجيا المتطورة لرفع الكفاءة وزيادة الانتاجية. بدأت الشركة باستصلاح 3000 فدان في بداية المشروع سنة 2017 بأحدث النظم الزراعية ومنها الزراعة الرقمية. مشروع مستقبل مصر بيتوفر فيه كتير من مقومات النجاح والدعم الكبير من إدارة المشروع للمستثمرين الزراعيين الجادين، وده شجعنا إننا نتوسع في الزراعات داخل المشروع. بفتخر بإني واحد من المشاركين في مشروع قومي عظيم كمشروع مستقبل مصر. ويستمر أبناء مصر الأوفياء في تنفيذ ملحمة بطولية من النجاح بالتوسع في استصلاح أراضي المشروع وتطوير طرق الاستزراع لمجابهة الزيادة المضطربة في الطلب على المنتجات الزراعية نتيجة الزيادة السكانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي القومي وأهداف التنمية المستدامة. واثقين بأن بالجهد والعمل والتجرد والإخلاص بإذن الله ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أراضي بلادي عظيمة يا أم الدنيا والأوطان، أراضي بإذن مستقبل وأجمل من العدى وكان، أراضي رجال عزمك بقى وبولادك تمل في الفترة الأخيرة كان معظم كلام الناس في مصر عن المية، وده لأن المية هي أمن قومي بالنسبة للمواطن المصري، والدولة المصرية حريصة إن هي تحافظ على كل نقطة مية في مصر. وبما إن إحنا مصادر المية عندنا معروفة، نهر النيل واللي بيزودنا بحوالي 55 مليار متر مكعب و5 مليار متر مكعب بيجولنا من المياه الجوفية، فبكده بيكون الإجمالي عندنا 60 مليار متر مكعب. لكن نقول لحضراتكم ان حجم الاستهلاك وحجم الاحتياجات المفروض تكون 114 مليار متر مكعب، فاحنا بنتكلم في عجز بيوصل ل 54 مليار متر مكعب من المية.
علشان كده الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بقت مهتمة بمشروعات المياه زي مشروعات تبطين الترع واللي هيساعد على تقليل فاقد مياه الري، وكمان مشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وإعادة استخدامه بشكل مناسب. النهاردة هنتكلم عن مشروع تم إطلاقه مؤخرا اسمه النهر الصناعي. طبعا ناس كتيرة سمعت عنه في الفترة الأخيرة، الإعلام بيتكلم عنه. النهر الصناعي ده هيكون مكانه جنوب محافظة القاهرة على محور الضبع، واللي هيتغذى من ثلاث مصادر للمي. هنستخدم مياه مصارف غرب الدلتا، بالإضافة مياه نهر النيل، بالإضافة لمياه الجوفية. هنتكلم عنه باستفاضة دلوقتي. النهر الصناعي ده جزء من مشروع الدلتا الجديدة. مشروع الدلتا الجديدة ده هيستصلح 2.2 مليون فدان. مكان الدلتا الجديدة ده هيكون في الجزء الساحل الشمال الغربي من غرب اسكندرية لحد منطقة مرسى مطروح، وفي المستقبل ان شاء الله تعالى هيوصل لمنطقة السلوم. المساحة دي طبعا واعدة للغاية، ليه؟ لان فيها كمية امطار كبيرة جدا طول الشتاء، وده معناه ان احنا هنعتمد على ري المنطقة دي في الشتاء على مياه الامطار، وفي الصيف ان شاء الله تعالى هنعتمد على مياه النهر الصناعي. هيتم البدء في المرحلة الاولى من مشروع الدلتا الجديدة في نوفمبر القادم بمليون فدان في الموسم الزراعي الشتوي، تجربة زراعة المحاصيل الشتوية زي القمح والفول والعدس علشان الأمن الغذائي المصري، وخصوصا بعد الأزمات العالمية اللي احنا عشناها السنة دي واللي أثرت ورفعت على أسعار القمح وأسعار الغذاء بشكل عام. فبالتالي احنا محتاجين اننا نزيد مساحة رقعتنا الزراعية لتتناسب مع عدد سكان مصر. مشروع الدلتا الجديد زي ما قلت لحضراتكم 2.2 مليون فدان، تقريبا 23% زيادة من مساحة الرقعة الزراعية في مصر. هيعتمد في الموسم الشتوي على الأمطار، وفي الموسم الصيفي على مصارف غرب الدلتا، ودي مجموعها هيوفر حوالي 3 مليار متر مكعب مية. 3 مليار متر مكعب دول كافيين لري 600,000 فدان طول السنة، وإذا كنا هنروي بيهم في الموسم الصيفي فقط اعتمادا على أمطار الشتاء فدول هيكفوا لري 1,200,000 فدان. النهر الصناعي بيشق مشروع الدلتا الجديد، ووصل لحد دلوقتي لحد مدينة الضبعة بعد مدينة العالمين، وبالتالي أصبح مشروع معالجة مياه مصارف غرب الدلتا اللي هيتم افتتاحه خلال الشهور المقبلة لتحلية وإعادة تدوير وإعادة استخدام 3 مليار متر مكعب إضافة كبيرة لموارد مصر المائية. ترعة الحمام بتخترق مشروع الدلتا الجديدة، وهتعتمد بشكل أساسي على معالجة مياه مصارف غرب الدلتا اللي كانت بتلقى في بحيرة مريوط والبحر المتوسط. مش كفاية ان هي مياه مهدرة، دي كمان بتلوث الشواطئ وبتقتل الثروة السمكية. المياه دي هيتم معالجتها واستخدامها في زراعة منطقة الدلتا الجديدة اللي في الصورة دي، انابيب ضخمة مهمتها نقل المياه للمناطق اللي هيتم زراعتها من خلال مصارين. واحد من المصارين دول هيكون مكشوف بطول 92 كيلومتر، إنه الحلم القديم بإنشاء واد جديد موازي للوادي القديم يربط بين الواحات الأربعة مرورا بشق قناة الشيخ زايد حتى تكليف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكا، والذي يعتبر من أهم المشاريع القومية في العصر الحديث. توشكا أرض لم تطأها قدم الإنسان من قبل، تحولت إلى قبلة للحياة. الزائر لمنطقة جنوب الوادي قبل بدء المشروع قد يجد الأمر مستحيلا. لسنا هنا لاستصلاح الأرض فقط، بل لتأمين مستقبل أجيال. يهدف المشروع إلى التغلب على الفجوة الغذائية
وذلك بزيادة رقعة زراعية بحوالي 540 ألف فدان، تصل في المستقبل إلى 1,000,000 فدان. مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب، وخاصة من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل. عندما نتحدث عن مشروع زراعي ضخم كهذا، فإننا بلا شك نتحدث عن رافد ضخم يوازي حجم المشروع، بتنفيذ أعمال شبكات طرق رئيسية ومدقات وإنشاء شبكات الري وأعمال كهروميكانيكية من شبكات الجهد المتوسط ومحطات الطلمبات. بدأ العمل بالمشروع أول أكتوبر 2020 بمضاعفة الآلات والمعدات العاملة هناك لتسريع عمليات شق ترع وتفريعات المفيض لاستثمار مياه التي لا تستفيد منها مصر بشكل كبير وتذهب هباء في البحر وبعض الصيد، وتغذية الخزان الجوفي بالصحراء الغربية. ومن هنا كان التأكيد من جديد على ضرورة استثمار هذه الكمية الضخمة من المياه في زراعات استراتيجية عملاقة، حيث ستحقق توشكا حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح بشكل كبير، فلن نحتاج إلى الاستيراد أقل من ربع الكمية التي نحتاجها من القمح فقط بعد خيرات توشكا. تم حفر وتبطين ترع بإجمالي طول 19.8 كيلومتر، وجاري حفر ترع بطول 18.2 كيلومتر. تم إنشاء عدد 52 محطة طلمبات تضم 219 طلمبة لضخ المياه لأجهزة الري المحوري، وجاري إنشاء عدد 47 محطة أخرى تضم عدد 239 طلمبة، فيكون عدد المحطات 99 محطة تضم عدد 458 طلمبة. كما تم تنفيذ عدايات خطوط مواسير شبكات الري والترع المغذية بإجمالي 11 عداية. مد شبكات ري بإجمالي أطوال 420 كيلومتر بأقطار تتراوح من 180 مليمتر إلى 1200 مليمتر، إضافة إلى 670 كيلومتر جاري تنفيذها لتصل أطوال شبكات الري إلى 1090 كيلومتر. تم تنفيذ جميع أعمال الكهرباء لتغذية محطات الطلمبات وأجهزة الري المحوري، متمثلة في عدد 2907 برج هوائي بإجمالي 650 كيلومتر هوائيات، عدد 8 موزع جهد متوسط، عدد 91 كشك توزيع لتحويل الجهد المتوسط إلى جهد منخفض. تم إنهاء 415 كيلومتر من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات، ويتم حاليا تنفيذ 677 كيلومتر أخرى من إجمالي 1092 كيلومتر المستهدفة. توريد وتركيب وتشغيل عدد 497 جهاز ري محوري بمناطق الأسبقية العاجلة واستكمالها لتصل لنحو 800 جهاز للمرحلة الأولى. وقد كللت هذه الجهود بزراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، وجاري استكمالها إلى 100,000 فدان بنهاية هذا العام 2021. مخطط بدء المرحلة الثانية في يناير 2022 لزراعة 385 ألف فدان جديدة، للوصول إلى استصلاح وزراعة 485 ألف فدان بمنطقة توشكا بنهاية عام 2022 بإذن الله.
أصوات الآلات وضجيج المعدات في أيدي العمال لا ينقطع في توشكا، ويصل لأسوان التي تبعد عنها حوالي 60 كيلو لإنجاز أمل جديد لمصر والمصريين، يضاهي سد عالي صغير وقناة سويس جديدة، لكنها عذبة هذه المرة ليحقق حلم الدلتا الجديدة وليعيد الأمل في واد جديد حقيقي لا اسم فقط. الدولة تفعل الكثير بالفعل وليس الكلام، وتبقى علينا أن نغير حياتنا ونطور تراثنا ونبدل فكرنا بالخروج لمثل هذه المساحات الجديدة من الأمل.